مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي، حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة، وكتير مسرورة أنه أكون معكم بحصة جديدة مع دروس جديدة. اليوم رح نكون عم نحكي عن درس جديد مش سمعينه من قبل، يمكن البعض منكم بيعرفوه بس يمكن البعض يكون لأول مرة عم بيسمعوا عنه. منشان هيك بدي إياكم تفتحوا عيونكم منيح ودينا يكون متركزوا، أذهانكم كمان هيك تفتحون منيح لحتى تفهموا شو رح نتعلم، وتشوفوا كتير منيح شو رح نكتب على اللوح، وتكتبوا عندكم على الدفتر يلي دايما بتكتبوا عليه بخط كتير حلو ومرتب الأشياء اللي رح نكتبها، وهيك دايما انتو بترجعوا لها وما بتنسوها أبدا. تعرفوا مرات نحنا منقول كلمات، هيدي الكلمات مهمة، مثلا أنا وبالمدرسة شفت رفيقتي جعانة كتير، عطيتها نص الساندويتش اللي كان معي، نص I gave her half of the sandwich. الماما عطيتني ساندويتش أنا قسمته بالنص half، مش منقولها مرات؟ هيدي كلمة كتير مهمة، شو يعني half؟ شو يعني نص؟ أو مثلا إذا أنا معي تفاحة بقول أنا هلا قاعدين رفقاتي نحن أربعة we are four، بقصها لأربع أقسام وبقول بدي أعطي كل واحد منا ربع، أنت خذ ربع وأنت خذ ربع وأنت خذ ربع وأنا باكل الربع الأخير، مش منقولها؟ quarter quarter يعني ربع. أوكي، هيدي الكلمة كمان مهمة كتير. شفتوا قديش في كلمات نحن بنستعملهم بحياتنا اليومية كتير مهمين؟ هلأ مش رح خبركن شو يعني كوارتر وشو يعني هاف وليش هن مهمين، لأنه بالفقرة اللي جاية والفقرات اللي بعدها رح نكون عم نتعلم أكتر عن هيدا الموضوع. خليكن معنا. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get plus one when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. وهلأ رح نبدأ بدرسنا يلي خبرتكن عنه بالبداية، وهو درس حلو كتير. بس خليني قبل خبركن عن هيدا الأكلة يلي أنا بحبها، اسمها بيتزا. تعرفوا شو يعني بيتزا؟ بيتزا يعني منقوشة. تعرفوا المنقوشة اللي نحنا بناكلها فيها زعتر وجبنة وكشك، مشتهرة ببلدنا. ليش؟ لأنه بالإيطالي بيتز يعني أصبع، بيتزا يعني هي منقشة بالأصبع، يعني عجينة منقشة بالأصابع مثل ما نحنا المنقوشة بتكون منقشة منقوشة. تبعتوا؟ أوكي. عادة نحنا منجيب البيتزا لحتى ناكلها مش لحالنا، منقسمها منقطعها لعدة قطع لحتى كل اللي موجودين معنا بالبيت ياكلوا، مزبوط؟ يمكن حدا مش كتير جعان بيقول لك أنا هيك قص لي شقفة صغيرة، أو يمكن حدا كتير جعان بيقول أنا كتير كتير جعان أعطيني هيدي القطعة الكبيرة، مزبوط؟ يعني شوفوا كيف، إذا أنا هلأ بدي أرسم البيتزا هون على هيدي الورقة عندي رح أعملها مثل هيك دائرة تقريباً، يعني
وبتعرفوا البيتزا بحطوا فيها عدة مكونات. اوكي هيدي البيتزا فيني قصها لأربع قطع، فيني قصها لأربع قطع متساوية قد بعضهم، يعني الكل بيقدروا ياكلوا كل واحد بياخد قطعة قد التاني بهيدا الشكل. بعد فيني قص هون يعني منسميهم four equal parts. four equal parts لأنه هني قد بعضهم، إذا قربتها هيك رح تطلع قد على القد، وإذا عملتها هيك رح تطلع قد على القد كمان، يعني أربع قطع متساوية بالحجم. أو فيني مثلا جيب بيتزا تانية كمان رح أرسمها، هالمرة رح نحط فيها غير مقادير غير عفوا مكونات. اوكي وهالمرة رح قصها للبيتزا بس ب لأربع قطع غير متساوية، شوفوا كيف. يعني بقص قطعة صغيرة للشخص اللي منه كتير جوعان، وقطعة كبيرة للشخص اللي كتير جوعان، وقطعة متوسطة للأشخاص اللي عادي. خليني أول شي أعلمهم بالقلم. هلا شوفوا هول القطع، هل هن متساويين؟ طلعوا لا، لانه هيدي شوفوا قديش صغيره حد هيدي، وكمان اصغر من هاي، وهيدي كمان اكبر، يعني هن هول بنسميهم unequal parts، منن equal، غير متساويين، منن بذات الحجم او بذات الكبر. اوكي لكن خليني اذكركم هون عنا four equal parts بهيدي، يعني قطع متساويه بالحجم، و unequal parts قطع غير متساويه بالحجم. اذا انتبهتوا لهالفكرتين والكلمتين كتير منيح رح تفهموا الاشياء اللي رح نتعلمها بالفقرات اللي جايه. خليكن معنا. وهلأ رح ننتقل مع بعض لهيدا التمرين على اللوح. إذا ملاحظين في عنا squares، عدة مربعات. تعرفوا إنه هودي السكويرز فينا نقطعهم ل equal parts و unequal parts. كيف؟ تعالوا نفكر. رح بلش ب four unequal parts. إذا بدي أقطع هيدا المربع فيني أعمل هيك، هيدي أول part وهيدي تاني part. 1 2 3 4 unequal parts. اوكي في أربع أقسام بس منن قد بعضن، منن متساويين. فكروا معي أنتو كيف فينا نعمل كمان بالسكوير unequal parts. فور بدنا أربع قطع بس ما تكون متساوية. مثلا فينا نعمل هيك وهيك 1 2 3 4 قطعته لفور parts بس منن equal، منقول unequal كمان four unequal
equal parts. هون 4 unequal parts وهون كمان 4 منن قد بعض. شوفوا هيدا صغير هيدا صغير اكبر هيدا اصغر من هيدا هيدا اكبر شيء يعني هن منن قد بعضن البارتس. كمان تعالوا نفكر كيف فينا نقطع السكوير ل 4 unequal parts. فينا نعمل هيك وهيك. هدول البارتس ايكوال 1 2 3 4 كلهم قد بعضهم؟ لا هول الاثنين قد بعضهم وهول الاثنين قد بعض بس هن الفور ان ايكوال. ان ايكوال غير متساويين بالحجم. منكمل فينا بعد اقولكم نلاقي طرق نعمل ان ايكوال بارتس. فيكن تفكروا انتو تجربوها عندكن على الدفتر يمكن تلاقوا بعض طرق. طيب هلا رح جرب وحده equal parts. equal parts يعني كلن لازم يكونوا قد بعض. بتطلع على النص تقريبا هون والنص تقريبا هون وبيطلعوا اربع قطع متساويه يعني منقول four equal parts. Four equal parts. One, two, three, four. قد بعضن. كمان طريقة تانية تنعمل equal parts منقسم هيدول لتلاتة على القد. بس هون هالمرة أنا عملت three equal parts. كيف كنت بدي أعمل four؟ بدل ما أقسم لتلاتة إذا بدي four بقسمها لأربعة. محي هيدول اللي عندي وبقسم حسب اذا قالوا لنا 3 equal parts 2 equal parts 4 نحن هلا بدنا 4 اوكي رح اقسمها لأربعة تقريبا 1 2 3 4 كمان 4 equal parts. شفتوا كيف الفرق بين unequal وequal؟ أكيد فينا نحن وعم نستعمل القلم على الورقة لما نرسم السكويرز رح يطلع معنا more unequal parts وequal parts كمان. شو بعد في طريقة لنعملهم equal؟ فكروا منيح. فينا أقولكم نعمل هيك بيطلعوا 4 equal parts. نعم بيطلعوا 4 equal parts. one two three four. ننتقل للمربع التالي. أقولكم فينا نعمل هلأ بعد unequal unequal parts. فكروا فيها فينا نعمل هيك. One, two, three, four, unequal parts. هنا نعمل بعد equal parts. Okay, نفس الطريقة اللي عملناها هون, بس horizontal lines. One, two. 3 4 1 2 3 4 equal parts قد بعضهم. فيكن تعملوا بعد ارسموا انتو عندكم squares. تعرفوا انه السكوير بيكونوا كل السايدز تبعوله قد بعضهم. اوكي ارسمون عندكم وفكروا اي طريقة فيكن تعملوا فيها equal parts يعني قد بعضهم أو unequal parts أو يعني مش قد بعضهم وضلكن تدربوا عليهم وخليكن متابعين لحتى نروح مع بعض لآخر فقرة بحصتنا.
Do these shapes have equal parts? This is a red square. Does it have equal parts? Yes, excellent. This is a blue circle. Does it have two equal parts? No, it does not have two equal parts. What about this green square? Does it have four equal parts? No. Let's look at this purple triangle. Yes, I can see two equal parts. Let us always remember that we can divide shapes into equal or unequal parts. وهلأ وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. عم نحكي عن الإيكوال والأنيكوال بارتس، يعني القطع المتساوية بالحجم والقطع الغير متساوية بالحجم. عندي هون صور لبعض الخضار والفاكهة اللي نحنا لازم نتناولهم لأن بغذونا، بس هلأ أنا بدي قصهم وإنتو رح تشوفوا معي وتقولولي إذا كانوا القطع اللي أنا قصيتهم هن two equal parts أو unequal parts. إذا equal parts منحطهم على هيدا الورقة مكتوب عليها equal، وإذا ما كانوا equal منحطهم على الورقة اللي مكتوب عليها unequal. اتفقنا؟ كتير منيح. في عندي a carrot، جزرة carrot، رح قص هيدي طلعوا فيها منيح equal أو unequal. قد بعضهم القطعتين اللي أنا قصيتهم؟ لا، unequal parts بحطها على الورقة يلي هي unequal. كمان في عندي lettuce، خس lettuce، طلعوا منيح. هيدول equal parts أو unequal parts؟ قد بعضهم equal parts، مزبوط، two equal parts بحطهم على الورقة يلي هي هون تبع ال equal parts. عظيم. في عنا corn، sweet corn، ذرة. اوكي خلينا نشوف كيف بدي قصها. طلعوا فيهم، عندي قطعتين two parts. Are they equal or unequal؟ انتبهوا منيح، هيدي قطعة وهيدي قطعة، equal or unequal؟ أكيد لا، لأنه في واحدة كتير زغطورة وواحدة كتير كبيرة، يعني هن unequal parts، غير متساويين. بحطهم على الورقة يلي مكتوب عليها unequal. في عندي cucumber، خيار cucumber. اوكي رح قص هيدا الخيارة لقطعتين. طلعوا منيح، equal or unequal parts؟ equal، اذا حطيناهم هيك بيطلعوا قد بعضهم، لكن بحطها على الايكوال هون عندي. كتير منيح. في عنا اوكي، في عنا ليمون، ليمون يعني حامض، ليمون اذا بدكم، في ناس بسموها ليمون. رح قصها قصيتها بالنص، صار عندي two parts، one two، هن equal parts or unequal parts؟ مش قد بعضهم، unequal parts. حطها على ورقة ال unequal.
أوكي، في عنا هلأ بعض الفاكهة fruits، مثل مثلاً تفاحة apple. رح قص هيدا الأبل لقطعتين، خلينا نشوف إذا هن equal، طلعوا فيها منيح. two parts equal، مزبوط equal قد بعضن. two equal parts بحطها على الورقة تبع الإيكوال. كمان عندي أبل، بس شايفينها من غير، يعني مش شايفينها من فوق، شايفينها من جنب. كمان رح قصها قصيتها ل two parts، هن equal or unequal؟ أكيد equal، شفتوا كيف قد بعضهم؟ بحطها على ورقة الإيكوال. خلينا نشوف بعد مثلا مثال صغير، مثل هيدي رمان pomegranate، رمان قصيتها ل two parts. now I have two parts، one two، are the parts equal or unequal؟ برافو مزبوط unequal، ملن قد بعضن هولي القطع، كرمال هيك رح حطها على ورقة ال unequal. تحبوا نجرب بعد بال، في عندي بنانا هون، بنانا موز قصيتها وصار عندي two parts، طلعوا فيهم are they equal or unequal؟ unequal، منن قد بعض هودي القطعتين، كمان بحطها على ورقة ال unequal. يعني عندي كتير بعد أمثلة، بس أنا ما عندي وقت إنه ضل أعطيكم إياهم، لأن بعد بدي أشرح لكم بالحصص اللي جاية أشياء كتير جديدة. كرمال هيك أنتوا جيبوا صور مثلهم، أو إذا عندكم لقيتوا بالمجلة أو بالجريدة صور لفاكهة، لأحذية يمكن، لثياب أو قبعة، قصوها واعملوا منهم two equal parts أو unequal parts. أو حتى الأكل، إذا كان عندكم رغيف من الخبز فيكن تقطعوا لها four equal parts أو four unequal parts، أو أي شيء من حولكم فيكن تطبقوا هيدا الدرس اللي تعلمناه. نحن عم نتعلمه لأنه رح يساعدنا نفهم الدروس اللي جاية، رح يساعدنا نتعلم شيء كتير مهم، فمشان هيك انتبهوا لهم وفهموهم كتير منيح وطبقوهم دايما وارجعوا لهم حتى يترسخوا بأذهانكم. هذا كان كل شيء لحصتنا لليوم. قبل ما ودعكم بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك www.facebook.com، وبتفوتوا على الصفحة اللي اسمها مدرستي sat 7 kids. نحن بنحب انه تبعتوا لنا وتشاركونا بالاشياء اللي انتم عم تكتبوها او عم تتعلموها ببرنامج مدرستي. وهلا رح ودعكم وبرجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي. Alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator, nine is greater than two. Yummy. Five is less than eight. Oh no. 20 is greater than 15. Yummy. 30 is less than 50. Oh no, no. Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator, I choose the greater number. Yummy. I leave the one less than. Of course. Give the greatest numbers and take the less for yourself. Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator.